سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان مراجعة أمن الغاز العالمي 2024، والذي توقع تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بمعدل أقوى عام 2024 مقارنة بالعامين السابقين اللذين تأثرا بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية. وأشار التقرير لأنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5% عام 2024، مع توقع بنمو مماثل له على مدار عام 2025 نتيجة تسارع النمو في اقتصادات آسيا، في حين يساهم أيضا انتعاش الطلب على الغاز من قطاع الصناعة في أوروبا في هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة العالمية.